كان في حد من احد المتابعين كتب لي مرة على فيديو في كومنت عايزينك تعمل تحديات، زي ان انا اكسب مثلا من غير سلاح، ان انا اكسب من غير هيلس، ان انا اكسب من غير سوبر. النهاردة هحاول ان انا ارفع ايدنا وهنشرحه في نفس الفيديو، وفي نفس الوقت هكسب معاكو جيمين تلاتة من غير سلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ايه اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل صحة وحال دايما ان شاء الله. ورجعنا تاني مع بعضينا في السلسلة الذي لا تنتهي في لعبة زوبا. النهاردة ان شاء الله يا جماعة الموضوع بتاع الفيديو هيكون مختلف شويتين تلاتة. كان في حد من احد المتابعين كتب لي مرة على فيديو في كومنت عايزينك تعمل تحديات، زي ان انا اكسب مثلا من غير سلاح، ان انا اكسب من غير هيلس، ان انا اكسب من غير سوبر. النهاردة هحاول ان انا ارفع ايدنا وهنشرحه في نفس الفيديو، وفي نفس الوقت هكسب معاكو جيمين تلاتة من غير سلاح. خلونا قبل ما نبدأ ما تنسوش لايك كتير على الفيديو عشان يوصل لأكتر عدد من المتابعين، اشترك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد بنزله في القناة أول بأول. ويا رب يكون الفيديو اللي فات قدرتوا ان انتوا تستفيدوا منه، وقدرتوا ان انتوا تطلعوا منه بمعلومات، وقدرتوا ان انتوا تطبقوه عملي وتستفيدوا بيه ان شاء الله في الاحداث اللي جاية. والفيديو ده يا جماعة زي ما انا قلتلكوا محدش هيشرحه خالص حرفيا، لان اللعبة مش عايزة تبسط لحد وتقول لهم ان الاحداث سهل ان هي تتجاب، فعايزة الناس تشتري وتدفع فلوس في اللعبة عشان خاطر الشركة تستفيد. فاحنا بنحاول نعمل عكس اللي الشركة عايزانا نعمله، هنعمل اي حاجة عشان نقدر نعلي الشخصيات بتاعتنا ماكس من غير ما ندفع فلوس. ويلا بينا نقول ليتس جو. طبعا انا عشان قلت ان انا هكسب من غير سلاح فانا هعتبر ان البومب ما جاتش. انا هاخد هيلس عادي يا جدعان، يعني انا ما قلتش هكسب من غير هيلس، انا قلت هكسب من غير سلاح. ابعد، ماشي، قنبلة هي هي. هناخد برضو الفخ ده، انا مش هحاول الم اسلحة، احنا ناخد هيلس بس. ماشي، بوم، جميل جميل. انا مش هاخد اسلحة، انا زي ما قلتلكو هكسب من غير سلاح. يعني انا القنبلة زي ما انتوا شايفين انا ما ضربتش بيها ولا ضربة، شكلها هتيجي تضرب فينا دي. يلا يا ايدنا، بقالي كتير ما بلعبش قصاكم، بقالي كتير محدش فيكم بيشوف الفيديوهات بتاعت اللعب بتاعتي، بقالي كتير ما بلعبش معاكم برضو. يا جماعة انا اجازتي يوم التلات، فاللي حابب ان هو نلعب سوا يوم التلات بالليل الساعة واحدة هكون فاتح. هحاول ان الفترة الجاية اعلي الشخصيات، احاول اعلي ستيف، احاول اعلي سكيبي،
ولو لقيت في عدد من المتابعين فاتح يوم التلات بإذن الله احتمال كبير ان انا اعمل فيديو واصوره زي فيديو قبل كده عملته لما لعبنا مع بعضينا ونزلته. فلو لقيت عدد حلو 2-3 فاتحين احاول على قد ما اقدر ان انا اصور فيديو وهنزله ان شاء الله في اللعب بتاعنا. فاللي حابب يكون موجود اهلا وسهلا، يشرفني ان انا العب معاكم، انتوا اخواتي وحبايبي وصحابي. فشوفوا لو كده عرفوني، باذن الله هكون مستنيكو نلعب ونجلد ونقتل كتير سوا. جميل جميل جميل، حلو حلو حلو. وشي يا ابني يا حبيبي يا باب يا عم الحلو. انتوا زي ما انتوا شايفين طبعا انا مش عايز ارمي قنبلة. ونكس مقرف، نكس مقرف حرفيا. ايوه اقعد انت ترميلي كده في بتاع. جميل جميل، يا لهوي يا بنت اللذينة. ماشي طلعنا التالت، خش جيم كمان. معلش نسيت يا جماعة، اصل مش متعود على موضوع ان انا ماخدش سلاح ده، يعني فاهم اي حد بينزل الجيم على طول بيجرع السلاح دي اول حاجة، يعني ده هو اهم حاجة. بس افضل على وعدي ومش هاخد سلاح. هو هيجي عشان ياخد القنبلة الذهبي. نحاول ان احنا نحط كام فخ هنا. الله الله يا شيخ الله، نحط له فخ كمان هكذا. نحطها هنا، نحط واحد كمان. انا معيش هيلس اصلا، عايز اخد هيلس. ماشي هات هيلس دي. يلا اخرج بسرعة من النار، بسرعة 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 بسرعة. امسك بوك. هلس منه. رايح فين؟ رايح، انت رايح تموت نفسك يا حبيبي. بوم. الله مات لسه. ديله بقى واحدة بقى، ياخدها بقى. نكس مقرف، نكس مقرف 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 مقرف. مشكلة ان انا بلعب من غير ولا سلاح يا جدعان، انتوا مش متخيلين وربنا الوضع بيبقى عامل ازاي. انتوا مش متخيلين الوضع بيبقى عامل ازاي والله من غير سلاح. ودخلنا جيم تالت. اصل هكسب يعني هكسب، ما هو مفيش حدث اقوى مننا، لازم اكسب. هتقولي جاردين بس كده ناخد منهم هيلس، طول الجاردين ناخد منهم هيلس. فين الجاردات؟ ماشي ماشي هيلس مولي، يبقى كده خدته خلاص يا معلم، خدته. جارد 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 جارد. يا لهوي اخدك ولا ما اخدكش؟ احنا متفقين مع الناس، لا لازم تكسب من غير سلاح، لازم تكسب من غير سلاح. طب عايزين جارد، طيب ناخد منه هيلس حتى، يعني كده الموضوع مش حلو خالص يعني، ولا سلاح ولا هيلس ولا اي حاجة. اهو جارد اهو، تعالى يلا يلا اديني الهيلس. ماشي ماشي حلو جميل جميل. في جارد تاني اهو، يلا تعالى جاردين. حلو 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 اوي. يلا يلا هات الهيلس والفخ. جميل. هبقى التالت ده بقى نسيبه ايه طعم، يعني التالت ده بقى هوريكم هنعمل فيه ايه التالت ده. بص 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 هم عاملين ايه بقى. طعم ده، طعم ده، طعم يا معلم ده، طعم يا معلم ده، طعم. يلا يا ترى مين هيخش؟ يلا يلا سايب لكم هلساية اهو. يلا مين هيخش؟ خلينا نشوف مين هيلبس الفخ ده. يارا
يا عيني يا عيني، ادي فخ تاني. اللي هيخش مع السلام، احب اقول لكم ان اللي هيخش مع السلام. الرخمة دي اللي جت، الرخمة ورايا الشخصية دي، على فكرة الشخصية دي ورايا كده. مش عارف ماكس ده ماله. بصوا، عشان واخد البومب السوبر، يا لو بلم الأسلحة كان زماني دلوقتي هينك هينك حرفيا، كان زماني مزعلك في حياتك. ماشي، انا كده كده مش هلعب بسلاح يعني، فمش عارف. طب انت عايز ايه مني يا ابني؟ ماشي، الرابع. ماشي، ايه؟ طيب يلا، لازم اكسب من غير سلاح. هنعافر وهنحاول وهنوصل. بصوا، الاسبير الذهبي والبومب والبو، كل ما تشتهي الانفس موجود. عارف بقى، احنا لو مش بنلعبش يعني على ان احنا نكسب من غير سلاح، لو ما بنلعبش على تحدي يعني، انا لو بدور على الاسلحة دي مش هلاقيها جدا حرفيا. لو بدور على الاسلحة دي والله ما الاقيها. تخيلوا بقى، خد انت واحدة كده، تعالى تعالى لي تعالى لي تعالى لي تعالى لي تعالى لي. ايوه تعالى. ماشي، شكرا. تعال بوم بوم، يا لهوي كان هيودع. بوم بوم، يا عيني يا عيني. اي نكس، لا يا جدعان نكس، لا والله يا جدعان نكس، لا. تعالى 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 تعالى، اكتر شخصيتين بيقرفوا الواحد، نكس وي. شخصية الماكس اللي دخلت دي، بوم بوم بوم، اعلى عمالة تضرب. طبعا ليفل 11، فهو عامل زي معلي الشخصية ولسه ما لعبش بيها، فعمال ينزل. هو طبعا مع اسلحة وانا ما معيش، فانا لو معايا اسلحة كان الوضع اختلف حرفيا، كان زمانه ميت وربنا. إرس 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 إرس، فيش إرس فيش إرس فيش إرس. لا 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 لا، قلة الأدب دي لا. تعال تعال، حطيت واحدة هنا، واحدة كمان. ايوه، عايزه تخش، تعالي تيجي تنوري. يلا يا ترى مين هيلبس؟ يلا 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 يلا. يا ترى يا جدعان ممكن اكسب ولا لا؟ انا مش عارف الصراحة. حوار الحدث ده او التحدي ده انا اول مرة اعمله اصلا، بس انا مبحبش ازعلكم، انتوا عارفين يعني. اي حاجة بتقول عليها بحاول ان انا اعملها، فخلونا نشوف هنكسب ولا لا. لما معيش هيلس اصلا، انتوا متخيلين؟ لا معايا هيلس ولا معايا فخ ولا معايا سلاح ولا معايا اي حاجة. خلونا طب نحاول نجري على المكان اللي هيقفل في الزوم. يلا بينا. حلو 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 حلو. ادينا الهيلسة التانية، ادينا بقى ايه الصدتين دول. انا بسمي دول صدادات، اللي هما بيمنعوا اي حد يضربك يعني، فبيسموها صدادة. بتصد عنك الضرب، بتبعد الضرب عنك. واو واو واو،
بوم يا عيني يا عيني. ادينا بقى ايه؟ ايوه ده. ادينا التانية اللي زيها دي. خد الواحد. هيا هنكسب هنكسب ايه هنكسب. ملقيتوش الا المقرف ده كمان. يلا حبيبي. بوم 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 يا عيني يا عيني. تعال 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 يا ابني، ما تتعبناش، توجعش قلبنا حبيبي. بوم اديله ضرب هلس وحط دي كده. ماشي اديله واحدة كمان، في واحدة كمان هلس. يا عيني يا عيني، من غير سلاح يا جماعة كسبت. من غير سلاح من غير سلاح. الأول تحدي من غير سلاح. نحاول نخش جيم كمان وممكن نكسب ممكن نكسب. خلونا نجرب ونشوف حظنا. زي ما انتوا شايفين احنا كده لمينا الهلسيتين والفخين. طبعا نكسه هيروح عشان ياخد. ماشي مش عايزه. حط هنا حط هنا كمان حط التالت هنا. ابعد هنا. يلا معلم مع السلامة. شفت؟ ولا احلى ولا اروع ولا أجمل. شوف الحاجة اللي ممكن يكونوا ان هم هيتلموا عليها وحط عليها الفخوخ بتاعتك. يا عيني ابو الكوارم واحد بس، ابو الكوارم واحد بس. ابو الكوارم ده اللي هو انا شباب مش حد تاني. ابو الكوارم واحد بس. في حد هنا صار لنا دول؟ ماشي. لو كان معايا الاسبريت ده هنا. فين 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 انتوا؟ فين 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 انتوا؟ فين؟ فاضل 7 شخصيات. 6 شخصيات. ماشي حط واحدة هنا. خرجوني اتنين. لا 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 كمان. بوم واحدة. ماشي تعال احط لها واحدة هنا 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 هنا. بوم يا لهوي عالمي عالمي عالمي. بوم حط. انا عايزك عايز ارشق لهم الحته دي. محدش هيعدي من هنا محدش هيعدي. نكسينا. فين انتوا فين انتو؟ حط هنا واحدة كمان هنا. ماشي حط كمان واحدة هنا كمان واحدة هنا. ماشي ماشي سهلة سهلة. واحدة هنا يا عيني. اديله واحدة كمان هنا. يلا بوم
احنا كمان هنا. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. ماشي ماشي ماشي. خد دي خد دي خد دي خد دي. مع السلامة. عالمي عالمي. وكده يا جماعة نكون عملنا التحدي اللي اتطلب مننا. كسبت مرتين من غير سلاح. مرتين من غير سلاح يا جماعة كسبنا. وتعالوا بقى نخش نلعب جيم بأسلحة بقى. يلا يلا. يا اخيرا هنلم أسلحة. اوعى الشغل اوعى الكلام. بوم. مجيش 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 عشان مفيش مجيش. ادينا بقى الزفير. فضي قنبلة برونز وقنبلة فضي تاني. يلا 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 يلا. احنا كل ده ما قتلناش ولا كلاية. احنا كل ده ماشي ولا اوبا. تعالى بقى تعالى بقى نشوف اللعب. تعالى نشوف اللعب. بوم. يا عيني يا عيني. لا عايش لا عايش. يلا لا عايش. وش جيم كمان عايش. يلا لا فعلا. بس ماكس ليفل 13 مش 11 دي. بعدين معاه هيلس. انا ما كانش معايا ولا هيلساية. حلو حلو. هدا خلينا نلم. ماشي ماشي ماشي. بوم بوم. يلا 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 يلا. يلا ماشي كده بقى. لا تقول لي نكس ولا تقول لي بطيخ. تعالى يا عم نكس. تعالى يا عم نكس. يلا ازعلك في حياتك. يلا يلا يلا. تعالى 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 تعالى. قرب. يلا خد. يلا زبير ذهبي. ياه بص بص المسافة. يا عيني يا جماعة. زي ما احنا عارفين طبعا ان ايدنا، عشان قلت لكم اشرح لكم الشخصية، ايدنا 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 بيلعب بالبو زبير بومب. وزي ما انتم شايفين البو جميل مسافته، والزبير بتجيب عن بعد زي ما احنا شايفين. واهم حاجة بقى عندنا في الموضوع ده يا جماعة السكيل بتاعه. السكيل بتاعه رهيب، بيخلي مفيش اي حد يقرب منك. بص بص بص. مع السلامة. بص تقوم رامي هنا كده واحدة. ايه واحدة؟ ايه سكيل. بوم بوم. ماتت. عالمي عالمي يا جدعان. قلت عالمي عالمي. هتيجي من هنا او من هنا. البو بتاعه مسافته حلوة بس لسه برضو عايز يعلى عن كده. والزبير برضو البعد بتاعها جميل. والبومب لسه برضو عايز يتزبط شوية. السكيل بقى زي ما انتوا شايفين بيعمل فخ. الفخ ده مجرد ما اي حد من الاعداء بيقرب منه تبص تلاقي الفخ بيطلع.
عاش عاش ماكسي عاش. دخلنا جيم تاني بإيدنا قبل ما ننهي الفيديو يا شباب، بس الجيم دوت انا دخلته دو، ما دخلتش سولو. حبيت اوريكو ايدنا في لعب السولو وفي لعب الدو عشان تشوفوا الوضع بتاع اللعب بتاعه. مع السلامة. مع ان انا يعتبر بلعب دو، بس انا شايف ان انا بلعب لوحدي، ما بلعبش مع التيم بتاعي، لان الشخصية قوية وانا مش مستني ان انا العب مع تيم. يلا بينا يلا بينا. الفيل عايز يروح ياخد الهيلز. تعالوا نشوف مين هنا. مع السلامة. حلو قوي، جميل. خلونا بقى نشوف اللعب، نشوف الكلات. انا عارف ان انا مستواي عالي وبقابل مستويات ضعيفة، وده يا جماعة احب اقول لكم اللي بيحصل معانا لما بنيجي نعلي شخصياتنا. تبص تلاقي ان انت شخصيتك ليفل قليل وبتقابل شخصيات 18 و19، فبتشوف حاجات غريبة في الموضوع عشان تعلي شخصيتك، فبتحس ان انت بتعافر عشان تعلي الشخصية مش بتلعب. انما لو احنا بنلعب في مستويات قريبة من بعض، هتلاقوا ان احنا هنزعلهم جامد حرفيا، وهم بيبقوا حاسين بكده، بنبقى ليفل قليل وبنقتلهم اصلا. يعني لو اتجمعنا ولعبنا تيم اللي هو بيك تيم 5 ضد 5، وبقوا الـ5 أشخاص بيلعبوا جنب بعض، بيضربوا مع بعض، بيدافعوا لبعض، اقسم بالله هنهين اي شخصية. بس الفكرة ان اول ما واحد فينا بيقع بتلاقي كله جري وسابك ولا كأنه يعرفك، فده اللي بيخلي التيم كله يقع مرة واحدة. فاخير زي ما انتوا شايفين، بصوا انا بلعب مع بيبر اللي هي الزرافة، وطبعا انا مش معتبر ان انا بلعب معاها، انا حاسس ان انا بلعب لوحدي، فانا عايش مع نفسي. وزي ما انتوا شايفين اخر 2، واول واحد سقط والتاني مع السلامة. مع السلامة. خلاص يلا باي. حلو، شو داون. كسبنا يا جماعة 7 كلات. عايش 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 عايش. 42 كاس، جميل قوي. احاول ان انا الفترة دي اعلي شخصية ابنة، وهنحاول ان احنا ننهي الفيديو على كده. ما تنسوش لايك كتير على الفيديو عشان يوصل لاكتر عدد من المشاهدين. اشتركوا في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش، وفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا كل جديد بنزله في القناة اول باول. وما تنسوش تصلوا على الحبيب عشان قلبكوا يطيب. عليه افضل الصلاة والسلام، وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.